لو الحكاية فيها إن فيتو عملتي ايه في الامتحان؟ العيش العجزة اللي صعبة فيه صد ولا الاحصان؟ الاحصان الاثنين الاحصان. بعدين اصلا منزلين كمان اللي نسبة النجاح في الدين 45%، نسبة النجاح في الاحصان صدقيني مش هتعدي الدين على اساس ايه؟ وبعدين حاجة ما بتقدرش المجموع يعني معروف، حتى اختار فيه محتاج وقت، يعني هو اصلا مدة الامتحان كله ساعة ونص، حتى اختار فيه محتاج تفكير. فمالك بقى الاسئلة الثانية؟ بس ايه الاجزاء اللي كانت صعبه في الامتحان غير اختار؟ مفيش سؤال فيه نعرف نحله كله، يعني مثلا السؤال الاول عندك ممكن مثلا تحلي ب، اختار مش هتحلي، السؤال الثاني هتحلي ألف مش هتحلي ب، كل سؤال فيه جزء سهل وجزء صعب، بحيث ان احنا لو لمينا كله اصلا مفيش، هو اصلا فيه اختيار، يعني انت عشان تختاري سؤال هتحلي نصه وتسيبي نصه مش اجبار. بس يعني مشكله. عملتي ايه النهارده في الامتحان؟ كأنه قاصد يعني، حتى في اسئله نزلت في الجرنان، المفروض بنك الاسئله ده عامه في اي ماده ما بتخرجش عنه الامتحان الا في امتحان الاقتصاد، خرج عنه تماما كل المقارنات اللي احنا بنحفظها بتاعت السند والاسهم والبنوك، ما فكرش حتى ان هو يجيبها، حب يمشي مع نفسه. جاب حاجات اللي هو عاوز يجيبها مش اللي احنا، ايه هي بقى حاجات احنا تحسي يعني جاب لكم الضغط القومي، جاب لكم اتكلم عن طب الاحصاء، عملتي ايه في الاحصاء؟ بنتكلم عن حاجه واحده في البنك اللي هو البنك البنوك الشامله، طيب بس كتعريف والمقايضة العامة، حاجات انت اول مرة تحسي انك اول مرة تسمعي عنها، هي الفصل الرابع والخامس والسادس، حاجات من المنهج الاخير مش من اللي احنا مدرسين عليه. طب الاحصاء عملتي ايه؟ لا الاحصاء احسن من الاقتصاد بمراحل، بس برضو في مسألتين لازم مش مديهم، بس ما تسقطش، انما الاقتصاد يسقط. عملت ايه في الامتحان النهارده؟ الحمد لله كان كويس. الاقتصاد والاحصاء ايه اخبارهم؟ هو الامتحان الحمد لله كان جاي كويس، يعني اذا كان احصاء والاقتصاد كان حلو، كان الواحد عارف يكتب في الاثنين والحمد لله كتب في كله، ما فيش كان اللي ما كانش فيه اجزاء صعبه في الامتحان او كده؟ لا هو صح، كان كله عادي، كان كله في مستوى عادي خالص. اللجنه كانت عامله ايه النهارده؟ ايه؟ اللجنه كانت شاده النهارده؟ لا لا بالعكس، المراقبين كانوا كويسين معانا ومفيش اي شيء، يعني مفيش اي ضغط جنبنا وكده. التفتيش كانت طبعا اتفتشنا مرتين، مره واحنا داخلين الصبح ومره واحنا في اللجنه، ومره مره ثالثه لما كنا في لجنه ال لا لا ثالثه لما اتفتشناش. بس هو ده اللي حصل. فيتو.